لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره: قال يعقوب لبنيه لن أرسل أخاكم معكم إلى ملك مصر حتى تؤتوني موثقا من الله. يقول حتى تعطوني موثقا من الله، بمعنى الميثاق، وهو ما يوثق به من يمين وعهد. لتأتنني به، يقول لتأتنني بأخيكم إلا أن يحاط بكم، يقول إلا أن يحيط بجميعكم ما لا تقدرون معه على أن تأتوني به. عن مجاهد: فلما آتوه موثقهم قال عهدهم. عن قتادة: إلا أن يحاط بكم، قال إلا أن تغلبوا حتى لا تطيقوا ذلك. عن ابن إسحاق قال: إلا أن يحاط بكم، إلا أن يصيبكم أمر يذهب بكم جميعا فيكون ذلك عذرا لكم عندي. وقوله تعالى: فلما أتوه موثقهم، يقول فلما أعطوه عهودهم قال يعقوب: الله على ما نقول وكيل، أنا وأنتم وكيل. يقول هو شهيد علينا بالوفاء بما نقول جميعا. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. قال أبو جعفر، يقول تعالى ذكره: قال يعقوب لبنيه لما أرادوا الخروج من عنده إلى مصر ليمتاروا الطعام: يا بني لا تدخلوا مصر من طريق واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وذكر أنه قال ذلك لهم لأنهم كانوا رجالا لهم جمال وهيئة، فخاف عليهم العين إذا دخلوا جماعة من طريق واحد وهم ولد رجل واحد، ولد رجل يعني أولاد رجل،
فأمرهم أن يفترقوا في الدخول إليها. عن الضحاك: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قال: خاف عليهم العين. عن قتادة: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، خشي نبي الله صلى الله عليه وسلم العين على بنيه، كانوا ذوي صورة وجمال. عن قتادة: وادخلوا من أبواب متفرقة. قال: كانوا قد أوتوا صورة وجمالا فخشي عليهم أنفس الناس. عن ابن عباس قال: رهب يعقوب عليه السلام عليهم العين. قال الضحاك: لا تدخلوا من باب واحد، خشي يعقوب على ولده العين. عن محمد بن كعب: لا تدخلوا من باب واحد، قال: خشي عليهم العين. عن السدي قال: خاف يعقوب صلى الله عليه وسلم على بنيه العين، فقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد. فيقال: هؤلاء لرجل واحد، ولكن ادخلوا من أبواب متفرقة. عن ابن إسحاق قال: لما أجمعوا الخروج، يعني ولد يعقوب، قال يعقوب: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، خشي عليهم أعين الناس لهيئتهم وأنهم لرجل واحد. وقوله: وما أغني عنكم من الله من شيء، يقول: وما أقدر أن أدفع عنكم من قضاء الله الذي قضاه عليكم من شيء صغير ولا كبير، لأن قضاءه نافذ في خلقه، إن الحكم إلا لله. يقول: ما القضاء والحكم إلا لله دون ما سواه من الأشياء، فإنه يحكم في خلقه بما يشاء فينفذ فيهم حكمه ويقضي فيهم ولا يرد قضاؤه. هذا يدل على أن الحكم في هذه الآية قصد به الحكم الكوني. قال: عليه توكلت. يقول: على الله توكلت فوثقت به فيكم وفي حفظكم علي حتى يردكم إلي، في أن يحفظكم الله علي حتى يردكم إلي وأنتم سالمون معافون، لا على دخولكم مصر إذا دخلتموها من أبواب متفرقة. يعني أنا لا أتوكل على الأسباب، وإن أمرتكم بها أن تفعلوها، لكن لا أتوكل إلا على الله. وعليه فليتوكل المتوكلون. يقول: وإلى الله فليفوض أمورهم المفوضون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ولما دخل ولد يعقوب من حيث أمرهم أبوهم، وذلك دخولهم مصر من أبواب متفرقة، ما كان يغني دخولهم إياها كذلك عنهم من قضاء الله الذي قضاه فيهم، فحتمه من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، إلا أنهم قضوا وتر يعقوب بدخولهم لا من طريق واحد، خوفا من العين عليهم،
اطمأنت نفسه أن يكونوا أوتوا من قبل ذلك، أن يكونوا أوتوا من قبل ذلك. يكتب خطأ. أو نالهم من أجله مكروه. الخطأ يعني هي فيها واو زيادة، مش صح. أوتوا. ها؟ عن مجاهد إلا حالة في نفس يعقوب قضاها خيفة العين على بنيه. عن مجاهد قال خشية العين عليهم. عن ابن إسحاق إلا حالة في نفس يعقوب قضاها قال ما تخوف على بنيه من أعين الناس لهيئتهم وعدتهم. وإنه لذو علم لما علمناه، يقول تعالى ذكره وإن يعقوب لذو علم لتعليمنا إياه. وقيل معناه وإنه لذو حفظ لما استودعناه صدره من العلم. إذا الأولانية لما علمناه بسبب ما علمناه لأننا علمناه، والثانية لذو علم لما علمناه بمعنى ذو علم بما علمناه، ذو حفظ لما علمناه. عن قتادة وإنه لذو علم لما علمناه أي مما علمناه. عن قتادة وإنه لذو علم لما علمناه قال إنه لعامل بما علم. وده مش تفسير، من لوازم الكلام وزيادته. وإلا فلما علمناه إما علم بسبب الذي علمناه أو بسبب أو بأنه بمعنى حافظ لما علمناه. عن عبد الله بن عن عبد الله قال سفيان إنه لذو علم لما علمناه مما علمناه. وقال من لا يعمل لا يكون عالما. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول جل ثناؤه ولكن كثيرا من الناس غير يعقوب لا يعلمون ما يعلمون، لأن حرمناه ذلك فلم يعلمه. حرم الله غيره أو حرم الله أكثر الناس من العلم فلذلك لا يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به. قال أي تحلفون بالعهود والمواثيق. لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن تغلبوا كلكم ولا تقدرون على تخليصه. فلما أتوه موثقهم أكده عليهم فقال والله، قال الله على ما نقول وكيل. قال ابن إسحاق وإنما فعل ذلك لأنه لم يرد بد من بعثهم لأجل الميرة التي لا غنى لهم عنها فبعثه معهم. قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، يقول تعالى إخبارا عن يعقوب عليه السلام أنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر ألا يدخلوا كلهم من باب واحد وليدخلوا من أبواب متفرقة. فإنه كما قال ابن عباس ومحمد بن كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي
إنه خشي عليهم العين، وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء، فخشي عليهم أن يصيبهم العين، أن يصيبهم الناس بعيونهم، فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه. وروى ابن أبي حاتم عن إبراهيم النخعي في قوله وادخلوا من أبواب متفرقة، قال علم أنه سألقى إخوته في بعض تلك في بعض الأبواب. يعني هذا أمر آخر، ليس خوف العين، ولكن على رجاء أن يلقوا يوسف. والصحيح أن احنا نقول حاجة في نفس يعقوب قضى، صارت مثلا لما يكتم ولا يعرف، يقول لك ايه حاجة في نفس يعقوب، يعني ايه شيء لا اريد ان اقوله، فما اكنه الله في نفس يعقوب يعني وقضاها سبحانه وتعالى هذه الحاجة، فينبغي ان يعني ناكل علم ذلك الى الله. وقول وما أغني عنكم من الله من شيء، أي هذا الاحتراز لا يرد قضاء قدر الله وقضاءه، فإن الله إذا أراد شيئا لا يخالف ولا يمانع، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكل. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حالة في نفس يعقوب قضى، قالوا هي دفع إصابة العين لهم، وإنه لذو علم لما علمناه، قال قتادة والثوري لذو عمل بعلمه، قال ابن جرير لذو علم لتعليمنا إياه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كلام ابن كثير. نقول أراد يعقوب عليه الصلاة والسلام بذلك العهد أن يستشعر أبناؤه هذه المسؤولية الخاصة أمام ربهم سبحانه، تلك المسؤولية أنه مسؤول أمام الله التي تنبت صدق المراقبة. فالعبد إذا استحضر أن عهده إنما هو مع الخلق فإنما يراقبهم هم، فإذا غابوا عنه أو غاب عنهم سهل عليه النقد والمخالفة، وأما إذا تكونت هذه المراقبة لله سبحانه وصار يعامل ربه فأين يغيب عنه. وبالفعل كان هذا الموثق أكبر الأثر، كان لهذا الموثق أكبر الأثر في أبناء يعقوب عليه السلام في بذل كل جهد منهم للرجوع ببنيامين. وقارن بين تفريطهم في يوسف وحرصهم على عودة بنيامين لأبيهم، حتى عرضوا أن يؤخذ أحدهم يدفع إلى العزيز بدلا من بنيامين وفداء له، يعني مستعدين واحد يبقى رقيق بس يرجعوا إيه بنيامين، على الرغم من أن الحسد لم يزل بعد بالكلية من قلوبهم، حيث قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ده دليل على أنه لسه حزين يوسف ويفتروا عليه. ومع ذلك كان الموثق من الله هو السبب الأول في بذل كل جهد منهم وبقاء أحدهم في مصر وعدم عودته إلى بلده وأهله محاولة لأخذ بنيامين،
وهذا يدل على أثر التربية على تعظيم العهد مع الله والمعاملة معه. وهكذا كان السلف يعظمون العهد على الصغار، كما في الأثر عن إبراهيم النخعي: كانوا يضربوننا على العهد ونحن صغار. يعني لما واحد يقول له أعاهد الله، عهد الله علي كذا، لو هو خلف يضربه عشان يعظم إيه؟ أمر العهد مع الله. فينبغي للمربي أن ينتبه لهذا الأمر ويغرسه في قلب من يريد أن يربيه، ولا يستعمله إلا في الأمور العظيمة حتى تظل له قيمته العظيمة في القلب، عشان الناس ما تستسهلش اليمين. وكانوا يضربوننا على العهد واليمين برضو كذلك، يعني لما يحلف كتير ولو خلف يضربوا على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله.